إذا كنت أقرأ القرآن هل يلزمني أن أغطي الرأس؟ إذا كانت المرأة تقرأ القرآن فإنه لا يلزمها أن تغطي رأسها ولا أن تستتر بالسترة الواجبة في الصلاة، لأن قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة، ولهذا يقرأ الإنسان في القرآن وهو محدث من غير أن يمس المصحف إلا أن يكون جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.